أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا بيت مثابة للناس وأمنوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا من مقام إبراهيم مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع سجود
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والطائفين والعاكفين والركع السجود بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم.